وربع حرام. قامت سرية الهندسة اليوم بزرع لافتات على طريق المطور جنب المزرعة أبو خالد، مزرعة أبو بسام بين الرمان، وعند مزرعة الجواسنة غرب التل. الرجاء من وجد هذه اللافتات من العسكريين والمدنيين عدم الاقتراب، لأنه يوجد ألغام بهذا النوع انتبهوا منها، مجرد دعست على البلاستيك أثار. الله أكبر الله أكبر، نداء عاجل يعني. يقوم بحصر المناطق التي لغمها عصابات الأسد في تل مطوق للألغام الفردية، يقومون بوضع لافتات لحق الألغام، نرجو من المدنيين عدم الاقتراب من هذه المناطق حفاظا على سلامتكم. لواء غرباح وران. بسم الله الرحمن الرحيم. لواء غرباح وران يقوم بوضع اللافتات بعد اكتشاف ان هناك في الاراضي الزراعية حوالي تل المطوق الألغام الفردية زرعها عصابات الاسد، ونرجو من المدنيين في مدينة النخل وجاسم عدم الاقتراب من هذه الاماكن حفاظا على سلامتكم. نرجو التقيد بالعبارات التالية. الله أكبر وعزة الله. هذه هي الأراضي الزراعية التي قام بتلغيمها قوات الأسد، ونرجو من المدنية في مدينة النخل وجاسم عدم الاقتراب من هذه الأماكن حفاظا على سلامتكم. لواء ورباح وران. هذه الأراضي التي تحادي تل مطوق التي قام عصابات الأسد بتلغيمها بإلغام فردية، نرجو الالتزام باللافتات التي ترونها. الله أكبر. بسم الله. هذه الأراضي التي تحادي تل مطوق التي قامت عصابات الأسد تلغيمها بألغام فردية بين الشجر وبين ونرجو من المدنيين في مدينة النخل وجاسم بعدم الاقتراب من هذه الأماكن حفظا على سلامتكم، ونرجو التقيد باللافتات التالية. سرية الهندسة في لواء غرباح وران يقومون بالكشف عن الألغام الفردية المزروعة في تل مطوق. الله أكبر. الله. وهذا اللغم التي خرجوا. الله أكبر. الله. لواء غرباح وران سرية الهندسة يقومون بالكشف عن الألغام الفردية التي زرعها عصابات الأسد في تل مطوق. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. لواء غرباح وران يقوم في التل الكبير والتل الصغير. ونرجو من الأخوة من النخل وجاسم لعدم الاقتراب إلى هذه الحقول والالتزام باللافتات. هاي الألغام. بسم الله الرحمن الرحيم. لواء غرباح وران سرية الهندسة قاموا بالوجود على ألغام فردية.